طب احمد عبد القادر عنده حلول وبيعرف يجيب جول. يمكن انا كنت بتكلم مع احد يعني في برنامج يعني، وبيقول لي ما عندوش الخبرات الافريقيه يجيبه اول مره. طب ما انت لعبت عمر كمال عبد الواحد اول مره، ما لعب احمد رفعت، ولعب اسمه امام عاشور، عمر مرموش نفسه، ولعب عمر مرموش. قلت له اه طبعا لعيب النادي الاهلي يلعب في اي وقت منتخب، لانه بيلعب افريقيا وبيلعب وعنده خبرات وبيلعب تحت ضغوطات على طول، فلعيب النادي الاهلي لا يلعب في اي وقت بالذات مع المنتخب. فدي وجهه نظرنا، لكن احنا برضو مش بنقول الكلام ده عشان النادي الاهلي بس، لا ده شواهد، لعيب مميز جدا. انا عن نفسي المباراه الاولى دي انا عايز اكسبها، فانا عايز لازم يبقى عندي حلول فرديه، لان انت ممكن المباراه تبقى مقفوله جدا، وده الطبيعي انها تبقى مقفوله. مين اللي هيفك لك الحلول دي؟ واحد زي محمد صلاح بمهارته، واحد زي مثلا لو احمد عبد القادر موجود، واحد زي قفشه، اللعيب اللي عنده مهاره هو اللي ممكن يحل لك الجزء الاخراني. فبالتالي هو طبعا ليه وجهه نظر ونحترمها، وفي ظهره ومعاه، ودي قناعاته زي ما هو عنده قناعات بالطريقه اللي بيلعب بيها، ما فيش مشكله. في مدربين عندها طريقه واحده وما بتغيرهاش، زي يورجن كلوب في ليفربول بيلعب 4-3-3، لما بيجي الظروف تجبره ان هو يلعب 4-4-2 شكل الفرقه بيبقى مش كويس. نفس الحكايه كروش، يعني بيحب يلعب 4-3-3، وان كان انا حابب ان هو في 4-3-3 اتمنى ان هو يبقى فيها في نص الملعب حد لعب كوره، حد بيكمل ورا اللعيب، ما يبقوش الثلاثه ديفندر. وده يمكن يعني كلنا متاكدين من نسبه كبيره ان هو يلعب بثلاثة ديفندر، يعني ممكن يبقى السوليه وحمدي فتحي والنني. لا انا عايز يبقى اثنين ديفندر ومعاهم لعيب ثالث يقوم بمهام الاثنين، لان انت بتلعب في مصر. ممكن نشوف زيزو مثلا، ممكن نشوف زيزو، يعني زيزو تريزيجيه ثالث، يعني ممكن زيزو اكتر عشان زيزو بيرد وبيكمل مع تريزيجيه الحته اللي قدام، يعني بيحب يهاجم كتير. طب زيزو مين، تريزيجيه ولا مرموش اللي يلعب؟ لا لو في الجاهزيه، لو جاهز تريزيجيه، عشان تريزيجيه هو جاهز بقى خلاص، لان احنا شفناه يعني تريزيجيه، وانا شايف ان مرموش ياخد الشوط الثاني. ليه؟ مرموش مهاري عايز مساحه، مالك ده جاب فاول امبارح ولا اول امبارح في شتوتجارد، يعني من كام يوم، مش امبارح، من كام يوم عمل فاول، جاب جون عالمي. لا هو لعيب كويس قوي، جاب جون على الواقف كده عالمي، بس هو المشكله اقول لك ايه، عارف انت هو عايز كل كوره ياخدها يخش في وسط ثلاث لعيبه وعايز يعدي، مش هينفع في كل ماتش ومش كل الفرق. فانت النهارده ده عايز تديله، عايز يبقى فيه مساحه شويه قدامه، يعني البدايات، لا البدايات عايزه لعيبه اللي بترجع ترد الدافع، لان المباراه صعبه. فانت لازم زي ما هتهاجم لازم تدافع كويس قوي، يعني لازم تعمل حسابك ان انت ما يخشش فيك جون في مصر. انت عايز تجيب جون. فلازم كل اللعيبه ترجع كلها تحت الكوره، وفي لعيبه مثلا زي محمد صلاح، لا هيرجع وهيدافع، محمد صلاح هيرجع، لان المباراه عارف ما ينفعش، عارف المباراه دي اهميتها ايه بالنسبه له وبالنسبه لمصر كلها طبعا. فبالتالي لا انا عايز اللعيبه اللي هتعمل الدور الدفاعي من اللعيبه اللي قدام ترجع تدافع في نفس الوقت، ما نبقاش ثلاثه ديفندر صريحه، يعني ثلاثه ديفندر صريحه دي ممكن تبقى جس النبض، بس يعني خلي في لعيب بيكمل ورا اللعيبه، خلي مثلا واحد زي زيزو يكمل، بيعرف يعمل اوفر، بيعرف يشوط، بيعرف يكمل ورا اللعيبه، بيعرف يلعب على الكره الثانيه كتير. فاتمنى لكن ايا كان، يعني هو الراجل يعني اضرب لعيبته وهم بيتمرنوا معاه، وايا كان اللعيبه اللي هتلعب هنتمنى باذن الله ان شاء الله ان ربنا يوفقهم. وهي مباراه يعني انا شايف التفاصيل الصغيره. المباراة دي يا كابتن اسلام بتاعة تفاصيل صغيرة، اللي هي الفرصة اللي هتجيلك مش هتجيلك تاني، لازم تركز فيها، وانت بتدافع لازم تبقى مركز، ما تعملش اخطاء على ال 18، ما تبقاش مندفع، الباص بتاعك في الاستحواذ تبقى بخيل قوي على الكورة عشان ما يحصلش عليك كور مرتدة، لان الفرقة دي هتلعب عندها طبعا لعيبة على اعلى على مستوى. فبالتالي دي مباراة الكور المشتركة والتفاصيل الصغيرة، ان انت تحافظ على كورتك على قد ما تقدر، والفرصة اللي تجيلك تحاول تستغلها بقدر الإمكان، فإن شاء الله ربنا يكرمك.